الصراصير قد تنقذ البشرية. هذا الصرصور قد يصبح يوما طوق النجاة الوحيد لهؤلاء. طريقة إنقاذ جديدة ابتكرها باحثون في اليابان، البلد الواقع في منطقة الحزام الناري، أكثر الأماكن تعرضا للزلازل والبراكين. الباحثون طوروا حقيبة ظهر من الخلايا الشمسية والإلكترونيات، يتحرك بها هذا الصرصور في كل مكان، لكن حركته موجهة ويتم التحكم فيها عن بعد. الهدف من هذه الفكرة هو البحث عن نجين في الأماكن التي وقعت فيها الكوارث، فعند وقوع زلزال يدفن الناس تحت أنقاض المباني المنهارة، بينما يسعى بحثنا إلى إمكانية دخول جهاز صغير في شقوق صغيرة. مئات من البشر يفارقون الحياة تحت هذا الركام بسبب مرور وقت طويل في البحث عنهم، فكميات الأنقاض لا تسمح بعبور أجهزة الإنقاذ بوتيرة سريعة من أجل الاستدلال على وجود أرواح لا تزال تلفظ أنفاسها. فعند وقوع الزلزال سيتوجه سرب من الصراصير أولا قبل كل شيء، حتى قبل الروبوتات الحديثة. بطاريات الروبوتات الصغيرة تنفذ بسرعة، وبالتالي يصبح وقت الاستكشاف أقصر. لكن كيف يتمكن مجرد صرصور من البحث والإرشاد لإنقاذ الضحايا؟ العلماء طوروا فيلما مرنا من الخلايا الشمسية بسماكة لا تتعدى 4 ميكرونات، وبعرض يبلغ نحو ربع عرض شعرة الإنسان، ويمكنه أن يتناسب مع مساحة بطن هذه الحشرة. وبينما يتحرك الصرصور، ستقوم الخلية الشمسية بتوليد طاقة كافية لمعالجة وإرسال إشارات الاتجاه حول أماكن الناجين المحاصرين تحت الأنقاض. الشيء الخارق في هذا البحث هو توليد أكثر من 10 ملي واط من الشحن اللاسلكي فوق حشرة متحركة عن طريق ربط خلية شمسية رقيقة للغاية بجسمها. اختار العلماء لهذه التجربة صراصير مدغشقرية كبيرة البنية لقدرتها على حمل حقيبة الظهر والفيلم. ومستقبلا يسعى الباحثون لتركيب أجهزة استشعار أصغر وكاميرات رصد ومراقبة على ظهر هذه الحشرات، آملين أن يؤدي ذلك في يوم ما إلى حشرات سايبورغ، أي نصفها حي والنصف الآخر روبوتي.